ان شاء الله احنا طبعا انت عارف متوشة المنتخب عامه بتحتاج اللمه والشعب والصحبه جميله، فان شاء الله هنكون على قافيه كبير عندنا طبعا عشان الروح الوطنيه تكون موجوده مع التشجيع. ان شاء الله انا هتفرج ان شاء الله في كليه الزراعه النهارده غالبا ان شاء الله. انا ان شاء الله هتفرج على الماتش ان شاء الله في البيت، واخد ابني كده واجيب حبه عصير وحبه فاكهه واقعد كده واتفرج على الماتش واشوف ابو صلاح اللي هو بيجيب الجون ويفرحنا انا وابني كده ان شاء الله. في البيت مع عيلتي ان شاء الله، وان شاء الله محمد صلاح هيجيب 2-0. ان شاء الله اتفرج على الماتش في البيت. اتفرج على الماتش في البيت ان شاء الله. انا اتفرج على الماتش في الاستاد ان شاء الله واخد جماعتي ورايحين الاستاد. انا هتفرج في بلاد دكرور ماشي قهوه ابو حماده ان شاء الله، اتفرج على القهوه انا مع صحابي باذن الله على القهوه دي، وقاعد من بدري مستني الماتش. ان شاء الله نتفرج على الماتش ان شاء الله في القهوه. ان شاء الله على القهوه. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا القومي بالنجاح ان شاء الله والبطوله ان شاء الله، وان شاء الله يستمر في اهدافه الجميله اللي تفرح الشعب المصري، وان شاء الله نفرح في بلدنا بكاس الامم الافريقيه مع النجم الكبير ابو مكه والنجوم الكبار طبعا كلهم، مع احترامي للجميع، وان شاء الله تكون مباراه جميله يسعد الشعب المصري النهارده يا رب باذن الله التوفيق لهم ان شاء الله.